Why does this seem so familiar? الحرية كلمة فرقت الفلاسفة، تفرعت منها عدة إشكالات وفرضيات. لعل أهم إشكالية بين هذه الإشكاليات هي إشكالية الإرادة الحرة. لا يوجد أنيمي قد عرض هذه المشكلة الفلسفية بكافة أبعادها مثل ما فعلت تحفة الفنية شاينز جيت. فالإرادة الحرة توجه فلسفي يشير للقدرة على الاختيار دون وجود أي مؤثرات خارجية تؤثر على القرارات المتخذة. جسد هذا الاتجاه الفلسفي عبر البيرسونا التي يستخدمها بطل القصة أوكا بيرينتارو، حيث يدعو هذا الأخير نفسه بالعالم المجنون هوين كيوما. هوين كيوما عبقري مجنون لا يهاب أي شيء، مغرور يحب إطلاق الألقاب على الآخرين وأمرهم، لكنه شخصية لا تعرف الفشل. مجنون حقيقي بجنونه هذا صنع آلة الزمن تحكم في أكثر شيء مطلق في الوجود وهو الزمن الذي سخر لصالحه. شخصية هوين كيوما بجنونها غرورها تجسيد للإنسان والإنسانية، كائن لا يعرف مكانته في هذا الكون، لا يخشى الفشل، يسعى دائما للتطور، طموحه لا يعرف أي حد أو سقف. البشر كمخلوقات مخلوقات معقدة صعبة الفهم، فالإنسان كائن عاقل اجتماعي سياسي واعي مفكر إلى آخره من الصفات التي عرف بها الفلاسفة، لكن كائن محكوم ببعدي الزمان والمكان، لا يمكننا الوجود بعدة أماكن بنفس اللحظة، كما لا يمكننا تجنب التقدم في العمر. لكن وعبر تاريخ العلوم سنجد أن البشر قاموا بعدة محاولات لخرق قوانين ونواميس الزمان والمكان أو الزمكان. الرغبة في التحرر من هذه القيود الفيزيائية كانت دوما حلم يراود العلماء. كل هذه الرغبة والطموح تجسدت في شخصية هوين كيوما. ولنفهم شخصية هوين كيوما جيدا يجب أن نعود لجملته المشهورة في الحلقة 23. Privileged companions. Heave anchor. This ship of fools is about to embark. أنا العالم المجنون هوين كيوما. العالم في راحة يدي. جملة مملوءة بالغرور. هي التجسيد الأمثل للإرادة الحرة. فهوين كيوما لم يخضع للقدر وخطوط الزمن. رغم فشله أول مرة عاد ونهض من جديد مثل العنقاء وخدع العالم. لكن شاينز جيت لا يحاول بتاتا أن يميل للإرادة الحرة على حساب الفكرة المناقضة والمسمات بالحتمية أو السببية، والتي تعني أن العالم يسير وفق قوانين محددة لا يمكن الخروج عنها. كل شيء يسير وفق نظام محدد، فالأسباب تقود إلى النتائج التي لا يمكن الخروج عنها، كما أن كل شيء محدد مسبقا ولا يمكن لنا كبشر تغييره. الحتمية هي ما يعرف بالدين بالقضاء والقدر، وفي كل دين فهناك إله. الإله في عالم شاينز جيت هو الزمن، إله لا يتوقف ولا يخضع لأحد. ومثلما البشر مخلوقات مغرورة طموح، فهم مخلوقات خاضعة. هناك أشياء مستحيلة عليهم مهما اجتهدوا. وكابيرينتارو كانت تجسيد لهذا الجانب من البشر، التجسيد للاتجاه الحتمي السببي. فأوكابي بنفسه قد استسلم للزمن، خضع لحقيقة أن واحدة من صديقته ستموت، لا حول له ولا قوة أمام القدر أو الإله المسمى الزمن. وسط القصة أوكابي اعترف عدة مرات أنه قد خضع للقدر. الإله قد حدد موت مايوشي كحقيقة مطلقة، لا يمكن تغيير هذا مهما فعل أوكابي رينتارو. هذا فرع من فروع الحتمية والمسمى بالحتمية المسبقة، التي تقول أن كل شيء محدد مسبقا، مهما غيرنا في التفاصيل ستبقى النتيجة نفسها. وعبر مفهوم القدرية المرتبط بالدين أكثر، حيث أن هنالك إله قد حدد النتائج بشكل مسبق، مهما فعلنا كبشر سوف نصل لنفس النتائج المحددة مسبقا بالنهاية. في شاينز جيت وعبر الخطين الزمنيين ألفا وبيتا، مهما غير أوكابي رينتارو التفاصيل كانت النتيجة دوما واحدة، دائما ما تموت ماكيسي كوريسو وشينا مايوري. ولعل أكثر شيء قد يشرح هذا التوجه هو جملة العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين التي قال فيها: الإله لا يلعب النرد، والتي يشير فيها أن لا شيء يحدث بشكل عشوائي.
أن الكون خاضع لمجموعة من القوى العظيمة والتي يمكن أن نطلق عليها لقب الإله لو أردنا. لكن عندما نمعن وندقق جيدا في تصرفات أوكابي، فدوما ما كان ينقد مايوري برغبته الخاصة. الجواب ببساطة لأنها شخص مهم له، لا سبب محدد، فقط لأنه يحبها. حتى مع فشل أول مرة وتاني مرة إلى ما آخره، فلم يستسلم بالنهاية وقرر التضحية بكوريسو لأجل مايوشي. لو أن فعلا كان خاضع للقدرية والحتمية المسبقة، فحقيقة موت مايوشي لم تكن لتتغير مهما فعل. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الذي يحاول ستاينز جيت الوصول له؟ فقد أظهر لنا بشكل واضح وصريح الإرادة الحرة على أنها الجواب بالنهاية، إذ نجح أوكابي عبر شخصية هوين كيوما في بلوغه للخط الزمني ستاينز جيت. وهنا يقبع الجواب الفلسفي الذي قدمه الأنيمي. مثل عنوانه، فالجواب الفلسفي هو ستاينز جيت. لكل شيء سبب، لكل فعل رد فعل. العالم ليس خاضع للإرادة الحرة أو الحتمية، بل هو خاضع لشيء هجين بينهما. الخضوع للحتمية هرب تام من المسؤولية، الإيمان الكلي بالإرادة الحرة غرور وشطاط في تقدير الذات. باعتقادي الشخصي، فمن جهة نحن لسنا أحرار، أسماؤنا، بلداننا وعائلاتنا ودياناتنا معطيات بدئية ولدنا بها، نحن محاصرون وغير مخيرون من جوانب كثيرة. لكن بنفس الوقت، فأنا نفسي من اخترت القيام بفعل هذا الفيديو. أنت عن طيب خاطر تتابعه لحد هذه اللحظة. هكذا هي المسألة. فالحرية في عالمنا الواقع شيء نسبي، لنا إرادتنا الحرة، لكننا لا نقدر دائما على فرض هذه الإرادة. فهناك قوانين تسير العالم، وهناك حدود لكل شيء. وبما أن هناك قوانين، فهناك دائما تجاوزات. بما أننا مقيدون، فلا بد من وجود مفاتيح لهذه القيود. هذا هو ستاينز جيت، تفرع زمني منفرد يصل فيه أوكابي رينتارو أو هوين كيوما لسعادته المنشودة، للحرية المطلقة، احتمال شبه معدوم. ما يعني أننا مقيدون، لكن بنفس الوقت فهناك هامش حرية صغير قد نستطيع بلوغه يوما ما، من يعلم. Operation Skull will be the name we assign to this mission. Best of luck to you, old friend. L. Sign. Congru.